السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المتابعين، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا غادي نوريكم الطريقة كيفاش نبدل الفلتر ديال الليغ ديال اودي كيسات نوفو. أول حاجة كنحلو هاد الفيس اللي راكب في الفلتر ديال الليغ اللي شادو، كنحيدو هو الأول. أول حاجة هو كيف ما كتشاهدوا معايا، هذا هو الفيس اللي شاد هنا الفلتر ديال الليغ. من بعد كنقرصوا عليه بشويه هكا باش يخرج. انا شادين هو هاد الفرانات، انا نوريهم لكم. هما هادو فرانات ابلايسهم هنايا، هما فيكساسيون ديالهم هنا بلاصه الفيس. من بعد غادي نجيبوا الفلتر الجديد ديالنا. بعد ما كنقيو بلاصه الفلتر هنا كيركبو هاد الفيوات هادو، هما كنرجعوه كيطيح في بلاصتو، دوك الفرانات تاعهم يطيحو في بلايصهم باش ميبقاش يقرب. كنركبو الفيس ديالنا اللي حيدنا في الاول، كنزيروه الطريقة ديال الخدمة ديالو راه الطريقة سهلة بزاف. هو الفيس زيرناه، فلتر هو راكب في بلاصتو مزيان كيف ما كتشاهدو معايا، هو فيكسي. من بعد غادي نجيبو الكاش الفوقاني اللي يكون مغطيه، غادي نركبو هو هدا الكاش ديالو، كنحطوه في البلاصة ديالو. كيكونو شادين هو جوج فرانات من الجنب، وحنا غادي نردوهم نمسحو شوية هاد الغبرة هادي. هاهما الفرانات لي قلتليكم، هاهما في الجنب، ها واحد، هاهما لي شادين هاد الكاش الفوقاني، ركبوهم هنا هاكا. هاد التاني هاهو فين كاين، لاحظتو معايا، هاهو هاهو غادي نطيحو في البلاصة ديالو. كانت الاخوان هذه الطريقه، كنتمنوا تكونوا فهمناكم في هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد ان شاء الله.